بسم الله وكفى وسلام على عباد الله المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن شاء الله بحول الله وتيسير منه ندرس آية فقط من سورة الفتح، وما أدراكم ما الفتح. يقول الله في هذه الآية الكريمة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ربنا بأن يسوق لك الحقائق، سواء كان في الكتاب المقروء أي القرآن أو الكتاب المنذور أي الكون وتاريخ الكون وأسرار الكون والقوانين التي يسيرون الكون بأمر ربها، بحيث الحقائق لا نهاية لتعدادها يعني. لكن نقف على حقيقة هنا ما تخص الكافرين كما تخص المؤمنين. هو إن كان في قلب الإنسان حمية الجاهلية، أي أنه منع 100% بقبضة إبليس، فهو خارج عن ذاته ومستنب، كل حقائق فيه مستنبة، لا يعلم عنها شيئا، كل ما ينظر له ينظر بغير ذاته، حيث يراه فرعون وليس بفرعون، لأن فرعون هو فرعون وهو لا فلان الفلاني، هو مثلا صاحب اختصاصات من اختصاصات، هو صاحب أموال طائلة أكثر من قارون ولا شيء من ذلك، ربما حتى تلس أو أي شيء لا يكسب شيء لوحده، يعني نجم نقول سر منقط، ولا والعياذ بالله أفلس المفلسين، أو الكفار كلهم أفلس المفلسين، لا قيمة للكافر، لأنه هو الذي برغنته وزاره لما ينفر لنفسه، فيغطي كل ما ساقه الله له من نعم، نعم الروح، نعم الفكر لأنه عنده لكنه معطل، نعم العواطف، عواطف والعياذ بالله ليس لها وجود أو تخدم بعكس ما هي مخلوقة له، أي تخدم بالذل، تخدم بالعدوان، تخدم بالمكر والكيد والخداع، والمجر هذه عاطفة ميتة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من لا يرحم لا يرحم، ولم تستحي بصلا ما شئت، أنا عاطفتك لكن أنت ما عندكش حياة، فهي لا تخدمك بالمرة، بل هي توريتك بالليل والنهار، تصبح كافرا بسخط الله وتمسك نهادك بغضب الله، حيث الكافر رب جعل قال: وجعل الذين كفروا في قلوبهم، الذين كفروا اي في الكلية في قلوبهم الحمية، يعني في نواة الشخصية بتاعهم، القلب هو كما تكون في لصوم فكرتين، هو مركز القلب، مركز اللاذقية، يعني ونعرفوا احنا في الفيزا ان الحياة كيفاش يطلعوا لصوم فكرتين، كيفاش ياخذ الشيء كرة ولا حجرة ولا حجرة، الكرة مش هي الكرة 100%، لكن كنا على القوة في عدة نقاط، ونعملوا خط مستقيم وخط مستقيم وخط مستقيم بالتقاء، نخرج بذلك نحصل على صوت الجرمتين جي. هنا ربي قال: إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يعني الحمية عام، وهنا حمية الجاهلية يعني فيها من غلامية تامة وجهل مطبق وتعاسة لا حد لها. ولهذا إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية مغرورين، ونعرفوا احنا القرشيون في الخرج للدفاع عن الثقافة بتاعهم، ما جرى بعد ذلك من الفترة الكبرى، هذا كله وين وصلوا؟ وصلوا لكارثة، وصلوا لخيبة أمل، وصلوا رجعوا إلى بعض من أتوا بقية
الحقيقه نحر وقتل شر تقتيل، حيث الجاهليه الاولى هي التي اضرت بالقرشيين، وهي خلاتهم يسخرون من النبي عليه الصلاه والسلام، وخلت حتى نساهم من مرات ابي لهب معناها كيفاش يعني شاركوا النساء في حرب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. هذا كل من نابع الجاهليه الاولى، حميه الجاهليه الاولى. وانا الحديث عن هذه الحميه والجاهليه الاولى طويل وعريض ومتشعب، وما نسيت يسر يسكن تحت حتى القصر الجاني لازم يعرف شيئا من سيره النبي عليه الصلاه والسلام. سيره الانبياء عليه الصلاه والسلام هي تتكرر، لكن التي تصل بالنبي تتصل بالنبي هي أروع سيرة. لأن الزم على القوم معهم بنو إسرائيل عليهم اللعنة، يعني خلى الناس لا تخرج من الحميدة يغليهم، تراهم كل لحظة يراوا مصالحهم تريد خطر، كما القرشي مصالحهم بالتوحيد مصالح تتعب، والحقيقة ليست هي مصالح ولا تعطيل لمصالح حقيقية. الإسلام أول ما تسلم أمرك لله كل إنسان عنده تفكير شريك مع عند ربي بلحته، ويستحيل إذا كان أنت ما عدلتش موقف من الله ولم تقبل عليه لن تعرفه أبدا. وربي لا يهدي القوم الظالمين، يعني الإنسان أنت فت حدود وتعديت حدود الله واستعليت، يقول ربي ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا كانت يصبح الظالمين كيف تهدى؟ حيث لابد الإنسان يخرج من بطاقة الظلم والحمية الجاهلية الأولى، وعندئذ له أمر آخر وشأن آخر مع الله، يولي مؤهل بشار جلال الله وجمال الله وكل ما هو يتصل بالله من أسماء حسنى ومن حقائق الكبرى ومن ذات عليا، لكل من عنده ما نصيب من فهمها والتحصيل على بعض بركاتها. هذا من جاب الإنسان مرخش مستعيد شغالها من العلوم العامية، فهو والعياذ بالله ظلام في ظلام. وربي ورانا في النور كيفاش الظلام له طبقات، وكيفاش ليلة ليلة، وكيفاش الإنسان يخرج يده من أبعد من وجهه ولا يكاد يراه، وكلها الظلمات والأموال سوق الأموال والظلمات البحار والظلمات الليل، وكل هذا هو في الحقيقة نبهنا إلى خطر الظلمات. ولاحظوا الفواجع الكبرى كما التيتانيك وقعت في الظلمات، لكن هم أنوار أنا تقنية أنوار فيزيائية، لكن الظلمات الجوية اللي هما صنعوا التيتانيك يتحدى في ربي سبحانه وتعالى، ولا كانوا يحبوا يوريه ان التيتانيك قاهر كل الظروف ويستحيل يعرفوا شيء. فاذا بي وراه ربي سبحانه وتعالى بعض من جبال الثلج ولا اي شيء اخر ولا صخره من الكبرى ولا من البحر، وتفرق التيتانيك وراه ما راه. وحد الان قبل ما يمثلوا قبل ما يتقنوا شو اسمه الحيل، وما يسلموش نفسه يقروا لحقيقة مآل الذين في قلوبهم حميدة، حمية الجاهلية. ولا فائدة من تحت أكثر، كل حد فجعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية. وبالمقابل الحقيقة مولا طرف ضلالي وطرف نوراني، طرف الضلالي خلاو الكفار، ولا لا نقول لهم هنيئا لكم، بل نحن الحقيقة نتمنى على الله نسأله أن يريهم سبل السلام، يسهلها لا سألوا لهم طريق النجاة. إذا جعل الذين كفروا بقلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على الرسول. شوف الرسول هو إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام عند ربي سبحانه وتعالى، فكل معنى ذلك فأنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين. فنشوف هما لحمة واحدة، هم من واحد وحدة حول لا إله إلا الله محمد رسول الله،
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمه كلمة التقوى. يعني ناس أتقياء بحق مش بكلام. واحد اللي هلك الأمة منذ بداية أسرة البركان إلى الآن هلك معظم الأمة ولا أولاد بعد الأمة اللي جعل الأمة الإسلامية هو المناسة التزام بكلمة التقوى. يعني كلام يا أخويا يا أختي السلام عليكم اسمع من اعتبر لفعل هذا الإنسان هو كله كذب كله حسابات أنا هو يخرج تو لأنه طامع باش يخرج ما هو أعرف بحاجة هذا مش من الإسلام ويزيوا بالتنفيذ ويزيوا من النفاق الأسلام خير لكم نعاود الزمن كلمة التقوى وكانوا حقا بها يعني وأهلهم الله بذلك فنكتوا على ذلك وشدوا المقتدك بكل قواهم والتزموا بتطبيقه بكل اليقينيات عرفوا نعم الله عليهم فحمدوه عليا وكانوا بخشيه من ان يغضب الله عليهم ولو مقدار نانو ثانيه او بقدر نتنو او بوزو الناس قالوا لا احنا اتقياء اتقياء ولا سبيل الى تفكير بحاجه اخرى احنا عرفنا فمن عرف غرق فنغرف والزيادة اللهم انعمت فزد وكانوا حقا بها واهلا وكان الله بكل شيء عليم حيث حق بها كان استعداد حق بها واهلا اهلها في المباشر هل نحن على المستعد مستعدون مستعدين مثلا نحسنوا ظروفنا مع الله ونتوقروا حق التوقير نستحي منه حق الحياة ونقدروا حق القدر ونحبوا محبة صحيحة لا محبة المنافقين حبيتها وحبتني وحبايبي الكل وكملا واحنا قمنا في مصر والعياذ بالله الأيام الفارقة والشؤم والعياذ بالله لو يتواصل عبر ذلك والحمد لله والكريم العاجز ربي سبحانه يصحتهم ويعطيهم ما يلزمهم من عقاب وإذلال ويرجع النصر لأهل الإسلام وإن أنا أخطأوا كثيرا لكن ليس لم يقصدوا الخطأ بل لكن هو اجتهاد وقد يجتهد الإنسان فيصيب له أجران وإن لم يصب له أجر واحد من كرم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورحمة الله.